وللشرطي أدولف؟ أشبيك جاي نزلونك سيدنا أشبيك. وليه معقول أنت الحدود مع سوريا عم تنقصف وحضرتك قاعد عم تفقي بزر؟ إيه وهالقد بدها يعني سيدنا؟ لا ما بدها هالقد، ما بدها هالقد أبدا، بدها قاعدة وتفقية بزر. إيه مازال هيك إيش بعدك واقف سيدنا؟ يلا تفضل ريلاكس. نفس عم يقعد حدي وفقي بزر. وليه بلا مخ بالمرة أنت؟ عم أقول لك المناطق على الحدود عم تنقصف. ولازم تنقصف بعد سيدنا. أشوف؟ إيه سؤال سيدنا. انت بتعرف هالمناطق اللي عم تنقصف ايش اسمها؟ انه لا شو بعرفني، لا ما بعرف. ايش شفت ليش لازم تنقصف؟ تتصير انت وكل هالمسؤولين تعرفوا انه هالمناطق موجودين سيدنا. يلا قدامي قدامي سيدنا، يعاني البزر فيك قدامي. جاي عم بيعيط كمان.